بقى عشان ندي فرصة للشباب في إن هو يشتغل في الصيد بتقنية كويسة. ومن من هنا لآخر السنة فندم هقدر أخلص 20 مركب. طب لو على 12 اللي خلصوا يبقى 32 مركب. كويس. فهمتك؟ ودي يعني أنا بوزع السفن دي على شركات الهيئة كلها. طيب. وبشغل الشركات كلها. فالحمد لله. يعني ال 30/6 كام يا فندم؟ ال 30/6 18 يبقوا كام؟ من ال 100. 30/6 ده؟ 18. 18 حاضر. كام؟ 50؟ 50 مركب بال 30/6 دول؟ لا 30/6 18 18 اه ان شاء الله نبقى اكثر من 50 ان شاء الله. يعني نقول ال 100 ممكن ولا صعب؟ لا يعني ممكن 60 مركب. طب كويس.